لا يحل ماله امرئ لامرئ إلا بطيب نفس منه، بمعنى أن فلوس شخص لا تحل لشخص آخر إلا لو كان هو موافق، أيا كان شكل المبلغ، سواء كان في شكل فلوس أو في شكل هدايا أو عطايا أو أي حاجة أو لقية زي ما بنقول لحاجة إحنا لقيناها في الشارع، دي لا تحل لشخص إلا بطيب نفس من الشخص صاحب هذا المال. بمعنى أوضح، أنا فلوسي لا تحل الهدية، إنما فلوس هدية ممكن تحل عادي كده؟ أنت شايف لو لقيتها يعني انت ما تسامحش، بس انا سامح. انت عايز كده؟ انا عارف طبعا، عشان انت قلبك كبير وبتسامح اكيد. سؤال حلقتنا النهارده بيقول، لو لقيت مليون جنيه في الشارع هتعمل ايه؟ نبدا بهدير. بص، هو مبدئيا انا مش هلاقي مليون جنيه. 20 جنيه كويس. انا عارفه حظي. اعتقد لا، طبعا اول حاجه هفكر فيها يعني اقرب حد اسمه شرطه او حاجه مسؤولين، واروح اسلم الفلوس، لانه بالتاكيد هي ما وقعتش من حد، هي اكيد فلوس. مظبوط. يعني شغل او مصلحه او موظف رايح يسلم الفلوس دي كان مستلمها، او يعني حاجات كتير بكل تاكيد. اكيد يعني لازم الضمير يكون حي، انا متهيالي انه ما فيش اختيار تاني، لازم الفلوس دي تتسلم. يعني من اول ما تلاقي، من اول ما واحنا اطفال اهالينا كانوا بيعلمونا، ولقيت فلوس في الشارع وديها الجامع. مظبوط. فهو يعني الشرع كمان بيقول كده، يعني الامام مالك والامام الشافعي بيقولوا ان انت لو لقيت لقية، حاجة لقيتها في الشارع ومبلغ كبير، لأنه برضو في بعض الأقاويل بتقول لو حاجة بسيطة زي مثلا الصوت أو التمرة أو مبلغ بسيط جدا، فيحق للي لقاها هو يستمتع بيها أو أنه ينتفع بيها. طيب. أما لو مبلغ بنتكلم في مليون جنيه، فده تحويشة عمر حد، أو ده مبلغ كبير، يعني حد تعب عشان يوصل لأنه يكون معاه في النهاية مليون جنيه، فلما يضيع منه، هذا الرقم بالتأكيد أنا أحط نفسي مكانه، ووضع يكون عامل إزاي، فهي ملهاش حل تاني غير كده. فالإمام مالك والإمام الشافعي بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن أنت تعرض هذا المال في أماكن التجمعات لمدة سنة كاملة، في الأسواق وفي أمام أبواب المساجد لمدة قد إيه؟ لمدة سنة كاملة. طبعًا إحنا دلوقتي أكيد الموضوع بقى أوسع، إن إحنا نقدر ننشر الموضوع أكتر على السوشيال ميديا وعلى الصفحات اللي عليها نسب متابعين كبيرة جدًا، نعرضه برضو لمدة سنة، أو نروح زي ما هدير قالت. أنا شايف إن الموضوع ما ينفعش يبقى واقف علينا كأفراد رأي، لازم يروح لمؤسسة، والمؤسسة دي بدورها هي هتشتغل على مسألة. أكيد اللي ضاع منه الفلوس هيروح يعمل محضر. مزبوط. فحيوصل لصاحب الفلوس، لكن كان هي ممكن تكون مش فلوسه الشخصية، ودي بتبقى دي حاجة تانية طبعا بكتير. طبعا لأنه هيتورط فلوس شغل هو بيسلمها. فلازم يكون عندنا كمان سرعة إنه نروح نسلم الفلوس ما نستناش وقت. قول لي أنت، لو لقيت مليون جنيه يعني بتبقى اول حاجه تيجي في دماغك ايه؟ وبعدين لو بنتك دلوقتي كده قالت لك انا لقيت مبلغ، بتقولها تعمل ايه؟ زي ما كان بيقولنا زمان. هقول لك على حاجه، انا مثلا اول ما الموبايلات دي طلعت، انا اتذكر كنت بمشي في الشارع الاقي موبايلات كتيره جدا، اركب تاكسي الاقي لقيت موبايلات كتيره جدا على فكره. بس مع كل موبايل كنت بلاقيه، كنت بحاول، يعني كان في موبايل لقيته في مره من غير شريحه، فانا مش عارف، فحاولت ادور في الارقام، والشاشه كانت مكسوره لان في عربيه دايسه عليه، فقدرت اطلع رقم في النهايه واتصلت بيه. الراجل كان في منتهى السعاده، وهداني مصحف قطيفه كده شكله شيك جدا، الراجل كان مبسوط ان لانه كان موبايل غالي اكيد، وعليه برضو داتا وعليه معلومات وكده. فانا كنت بلاقي موبايلات كتيره جدا، فبحط نفسي دايما مكان الشخص ده. بنتي لازم اعلمها برضو حاجه زي دي، لو لقيتي اي حاجه دي مش بتاعتك، دي مش حقك، دي حاجه ناس، فلازم الحاجه دي ترجع للناس لان هي بتاعتهم مش بتاعتنا. انا ازاي استحل مبلغ زي ده، او استحل حاجه زي دي انا ما تعبتش فيها؟ انا حاسه ان انت هيجي لك اسئله على التليفونات كتير ضايعه بعد الحلقه على موضوع انك بتلاقي التليفونات لسه. لا بتلاقي التليفونات؟ انا كنت، لا يا جماعه الكلام ده من صغير زمان، عشان محدش يسالني على تليفون دلوقتي. احنا قاعدين نسمع من حضراتكم اجابتكم على سؤال حلقتنا النهارده، لو لقيتوا مليون جنيه في الشارع تعملوا ايه؟ اعتقد انه يعني احنا بنتساءل، يمكن علشان بقينا بنشوف انه دي يعني شيء محمود جدا من الناس اللي بتسلك السلوك الطبيعي والسلوك المفروض نعمله، انه لما نلاقي فلوس او اي حاجه ما تخصناش نسلمها للمسؤولين. لكن النفس البشريه برضو يعني نفس اماره بالسوء، فبنشوف انه احيانا ناس في حوادث ما، او في يعني خصوصا في الحوادث، بيفقدوا ممتلكاتهم، والناس أصلاً بتكون لا قدر الله في مصيبة الحادثة نفسها، وكمان بيبقوا بيدوروا على الحاجات اللي كانت موجودة جوه العربيات. زي النهاردة شاذلي هيكون معنا في الحلقة، يعني حادثة شبه كده من سوهاج، لكن الحقيقة المسعفين كانوا إيجابيين جداً وسلموا الفلوس، أعتقد تقريباً 2 مليون جنيه وكل المتعلقات الشخصية اللي كانت موجودة في الحادثة. فده اللي احنا بنبقى مستنيين، والحقيقة في يعني ده طبيعي زي ده. صحيح.
بنشوف دلوقتي مع حضراتكم سؤالنا على صفحاتنا، موجود على صفحاتنا فيسبوك وتويتر وانستجرام، هننتظر اجاباتكم طول الحلقه النهارده. صباح الخير على حضراتكم وصباح الخير يا مصر.